يلعب الكره الى عبد الاله الشمري. عبد الاله هون التوغل، هون الانطلاقه، هون المرور، هون المرور، هون التصويبه، ولكن تعود هون الكره الان. ممكن جول، ممكن جول، ممكن جول، وأمير عمراني. هذه هي دكة اختيار نادي الدقة. بلا شك هي أسماء كبيرة لكنها لم تكن حاضرة هذا الموسم مع هذا النادي، بالذات في الجولات الأولى من دوري الدرجة الأولى أو دوري أندية الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى. كرة تحول الآن في منتصف الملعب، مصعد الطاي، انطلاقة من قباكبو، قباكبو يتوغل، قباكبو دخل الجول وتصويبة لكنها إلى خارج أرضية الملعب. غريبة من هذا اللاعب، غريبة من هذا اللاعب، كانت قريبة من الشباك، كانت قريبة، لكن سرعان ما عاد التغييرات التي جاءت من جهه اداره النادي بعد ان ايضا استب الى المدرب السابق وحضر الكوكي. مع الكوكي حضر مستوى مختلف تماما ومستويات كبيره بين الطاي. عرضيه اثنان وصيره هذه بالنسبة لخيارات مدرب الطائي هذا المساء في هذا اللقاء. المحاولة فهد الجوني، تمريرة خطيرة خطيرة خطيرة، جول خطيرة، جول، هي حتماوية، هي للطائي، هي للأشهب، هي للرمادي، هي. نعم يتقدمون، يسجلون الأسبقية، يسجلون الهدف الأول. الحتماوي على دور المحترفين ناوي، الحتماوي على دور المحترفين ناوي، ما يفرط، ما يفرط.